اه وجهي. سير يلا قلب شمشم. اعطيته يس. ما تقول ليش هربت يا راه قتلتك هذا الشاط. ايه اعطيته. ها هو. اوه ارنب اجي يمكن يقتلك. كان صاحبي والله الا لهاد اللعبه تسطيني بهاد الجرافيكس. اطلق راسك يا صاحبي اطلق. اجي 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 اي سبقني. نعم سير يلا انا تابعك. وليت انا هو الكلب في هاد الحلقه. الصوت ديال الحجر يمكن هذا. أصدقائي السلام عليكم، صباح الخير والعصافير. في خرجة تسكعية هنايا غابة روزفلت جاية في ولاية كولورادو الأمريكان. من المفترض أن هاد الخرجة تكون خرجة صيد، وتقدر تكون خرجة صيد، ولكن نحاولوا نعطيو الأولوية للمسارية. إلا لبن شي حاجة في الطريق عاد نصيدوها. ريلود. عيني كتبان فري هاد اللعبة. دابا راه الصباح بكري وانا نقول لكم علاش اختاريت الصباح بكري. ها تحركنا نحاولوا نطلعوا مع هاد الواد. نمشيو من هنايا ونغرقوا لداخل في الغابة في هاد الجهة هادي حتى نوصلوا لواحد البلاصة اللي هي انا نقول لكم عليها. المهم هاد اللعبة هادي شو كي كاتبانا صاحبي بشكال. ما راه فايتني سجلت عليها فيديو شحال هادي ودابا ان شاء الله نسجل عليها جوج. دابا حنا لاعبين في الصباح والفيديو الجاي غادي يكون في واحد الجو مختلف. فين هو جاكس؟ اجي كوم هير كوم هير بوي. او جي افي يا قلب جو فاين يا انا ما سوقناش في السايد كي قلتكم الا الا جات شي حاجه في الطريق. عندنا غرض غير نتمنظرو مزيان. كي عوم سير يا يعني قلبنا على شي حاجه. هاد الواد في شكل نطلعو معاه غير شويه ونغرقو في الغابه. زين هاد الشجر كيبان فري واعر. يا نتحركو من هنا. اوه واحد الايل. ايه بالعقل. حيت هما لاحسو بيا كيعلقو ما كيبقاوش كيبانو هاد الحيوانات. found something. اوكي okay. شنو لقيتي؟ هو قريب. هاي مور هاد الشجرة هاي. عرفتي شنو بلاش بلا ما نتبعو بلاش. شوف شنو لقى لنا جاكس هنايا. الزطامي ديالو يمكن هذا. يا وايت تيل دير دروبينغ هذا الوسخ و تزطامي. اجي لهنا. هوز ا جود دوغ هوز ا جود دوغ. ها ها هو. قتلتو. خصنا نمشي نشوف واش قتلتو ولا لا. راه ما عوالش نصيد انا في هذا الفيديو والله الا باغي نساريكم معايا. المهم مازال ما بدا الفيديو رسميا لان خصني ندخلكم للغابه نشوف واش قتلتو ولا لا.
راه عطيتو كنظن هاد الشوط، ولكن ما نقدر نكون زقلتوه غير خلعتوه هرب. ايه كنظن علق. هذا الطامي ديالو ما مر كان هنا، ولكن زقلتو كنظن راه علق. ما سوقناش، عقلوا معايا على هاد البلاصة هادي، هاد الجهة هادي اللي كنشوفو فيها، هادي هي اللي غنتكلفو بيها الفيديو الجاي. ما نزيدو دابا الواد ديالنا. المهم قلت لكم ان هاد الصباح هذا اختاريتو علاش، لان هاد اللعبه فيها كنظن شي 6 الخرائط. راه الفيديو اللي داز حلقه ما بقيتش عاقل بالضبط، تكون 28 ولا بحال هكا، كنا شفنا خريطه واحده سميتها الهارغيثا كنظن، هارغيثا كاونتي. دابا راه حنا في قلنا في غابه روزفيلد جاي في امريكا كولورادو. هاد البلاصه هادي كتبان زوينه في الصباح وكتبان واعره ملي كتكون الشتا كطيح. سو اليوم ان شاء الله غادي نتكلفوا غير بالصباح بكري، الفيديو الجاي غادي نشوفوا الشتا. الشتا كتبان فري في هاد اللعبه، فري بزاف. فين يبان هاد الشيء اللي كنشوفو دابا؟ ايه بلاش، اجي لهنا كم نطلعوا غير شويه مع الواد ونغرقوا في وسط الغابه. اصلا انا هاد السلاح اللي عندي فيه القرطاس ديال الدب، وكنظن ديال الايل حتى هو، هاد الغزالات والايل وداك التخربيق. يعني لقينا مثلا شي نمر ولا شي ارنب ولا شي حاجه، ما كنظنش يمكن لي نقتلهم بهاد السلاح. علاش؟ لان هاد اللعبه دايره فرض عليك واحد القوانين. ضوء الصباح كيبان واعر، فرض عليك واحد القوانين، ما يمكنلكش تعذب الحيوانات، خاصك تضربهم بواحد القرطاس مناسب. ما تضربش حيوان صغير بقرطاسة كبيرة، غادي تضيع القتلة. ومن غير هادشي يعني كيعطيوك غرامات مالية إلا درتيها بلا ما سوقتي. هادشي زوين اصاحبي، هاتي راه مكرهتش نساليكم في هاد الخريطة كاملة، راه كبيرة بزاف. حنا غادي نمشيو غير لواحد الجهة، تمتعوا بهاد الجو ديال الصباح. زوين فري. نزيدو لهاد الجدع هذا اي جاكس كي كاريات في الماتيو سير يا كنظن من هنا. اوه واحد الدب، لا لا هذا داك هذا كنظن بحال داك بحال الحولي، الحولي ولكن كيكون بري، وايلد شيب كيتسمى. واه جاي في هاد الجهة 130 متر. المهم بلا ما نمشيو لهنا حيت ماشي هي طريقي، نجي خليه عندو الزهر. غنديرو دابا نطلعو لهنايا نمشيو لهاد الشيء. كنظن يكون حسن لو وريتكم الخريطة. المهم هادي الخريطة، حنا دابا في هاد النقطة هادي، فهمتي حنا بدينا الفيديو هنايا في هاد البلاصة، طلعنا مع الواد حنا هنايا. سو يمكننا نبقاو غاديين غادي شو شحال كبيرة، كاين واحد الخيمة هنايا عندي. سو يكون حسن لا طلعنا لهنا ودزنا لهاد البليصة، ولينا عاوتاني دزنا لهاد الجهة هادي حتى نوصلو لهاد البحيرة. شوف هنا ساليو الفيديو في هاد البحيرة، وشو قداش هاد الخريطة كبير، يعني فيها ما يتشاف. خلاص الفيديو الجاي غادي نتكلفو بهاد القنت هذا، هذا غنشوفو الشتا ان شاء الله. صافي يلا جاكس يلا نتحركو غنمشيو من هنا. سابقني عارفني فين غادي. اجي 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 نحاولوا ما نجريوش بزاف باش الا كان شي حيوان قدامنا ما يسمعش الزطامي ديالي ويهرب. دخلنا عليكم بالله الا ما شوفوا في هذا السلاح، هذا السلاح هذا شوفوا فيه مزيان وقولوا ليش ما كيبانش فرينيش بزاف اصاحبي هذا الجرافيك. راه عندي الرخصه ديال الطيور وعندي السلاح ديالهم والو هاد الجويجه هادي، على بالنا شي طاير خصنا نصهطوه. اوه
هذا النمر ما عنديش الرخصة ديال النمورة. ها هو اصلا عندي الرون كاليدور، يعني القرطاس ما جايش مع هذا النمور. قشعني علق، قشعني علق. انا اصلا ما يمكنليش نقتله، خليه. مشكلة انا صاحبي والله، الا لهاد اللعبة تسطيني بهاد الجرافيكس. ما سوقنا عشان نتحرك. جاكس افين راك؟ اج 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 اجي اجي stay stay. اشنو تم؟ good dog good dog that's a good dog. يلا زيد يا نجريو من هنا. ندخلو في وسط الغابة، كتبة زوينة. المهم الطريق من هاد الجهة. يا اوه شنو هاد السلوم هاد؟ يمكن لي نطلع هنا، يمكن نقرنز. كنا غادي نصيدو نديرها ولكن ما كيلاش. نشوفو شنو هنا، عاد نمشيو لطريقنا. والو صافي نتحرك. اجل هنا. ملي قلت له ستاي ومن ذاك الوقت هو واقف تما. هو جاي. سير يلا قلب شمشم. found something. ها شنو لقيتي؟ كوغر. اوكي هو هذيك اللي شفناها قبيله. يا نزيدو من هنا. كنفضل ما نجريش بزاف، فهمتي. واحد ها هو هنا، هذا كوغر يمكن، هو اللي شفناه قبيله. هذا كوغر. صلي كوغر، هذا هي الشجرة ضربت فيها الشمس وجاي في اللون ديالو. ما عليك. ايه بلا ما تقلب. تمشي غيب شويه باش الى بان شي حيوان نقتلو من هنا. ما كرهش نقتل غير واحد ولا جوج، واخا ما عنديش اهميه كي قلت لكم انني نصيد في هذه اللعبه. هذا هو السبب الرئيسي اللي كيخليني ما نجريش، غير باش ما يهربوش. يمكن والو هنا. نزيدو لهاد الجي عاد نرجعو. شوف 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 شميشة واعرة. يمكن والو هنا. يا نتحرك. جاك صرا كيكريط راه كاي سكاني مع راسك. راه هو شي شي اي هذا. بعيد. راه والله ما عادش نقدر نقتلو من هنا ولا. اجي نتايا، خليك انت ستي ذير صح، ما تحركش. اوه قشعني 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 والله. شو شحال بعيد عليا وشافني. ولا عرفتي شنو غنديرو؟
اوكي اجي انت بعدا. اوكي شنو نديرو؟ نطلعو من هنايا، نحلو الخريطة بعدا. كنظن نزيدو لهاد الجهة، نزيدو لهنا هنايا. نطلعو في هاد الغابة، نطلعو للقمة ديال هاد الجهة هادي، ونشوفو نشوف واش كيبان لنا شي حيوان تربصو عليه نقتلوه الا جاي في الطريق بطبيعة الحال. او هذا كوغر. يا عندك الزهر؟ ما عنديش الرخصة ديالك. والقرطاس، القرطاس ما عنديش ديالو. او طلع 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 طلع. يا كم زين. شنو ندير؟ نوقفو هنايا. وهنا وغادي نبين لكم البيان. بيناكلرز نو، هاد جادجتس. ها هو واحد. اوه جوج. وي اجي ما فهمتهمش هادو، واش عندهم شي سكانير ولا شي حاجه كيحسوا بيا؟ وشو شحال بعيد عليه وهاربين. شو مهاربين يعني؟ راه قشوني يمكن. ماشي هاربين. خصني نيوك مع هاد الحيوانات اللي بغيت نقتلهم. ما عليناش. نحاول ما نموتوش ياك. اجي ندوزو من هنا. ويمكن راه الكلب كيخلعهم ولا كيحسو بيه اكثر من اللي كيحسو بيه انا، ما عرفتش. صافي مزيان. ويا صاحبي بحال اللي راحنا في تشيرنوبل يا صاحبي، ما كيدور حتى شي واحد هنا. واحد القضية على داك ملي ذكرت تشيرنوبل، راه حتى داك الحيوانات اللي كانوا عايشين في الغياب والقطوط والكلاب اللي كانوا عايشين مع الناس في الديور، راه حتى هذوك قتلوهم ملي داك الكارثة ديال تشيرنوبل وقعت. المهم راه داك الكارثة راه شحال من واحد ما عرفش داك الثقل ديال ولا داك العظمة ديال شحال رونات داك البلاصة. داك البلاصة بعدا مبقاش صالحة للعيش. آلاف السنين كنظن، راه ولا مئات السنين. آلاف السنين مبقاش صالحة للعيش. المهم كنصح اللي ما عارفش بزاف على تشيرنوبل انه يدرس هذه القضيه، راه واحد الكارثه في شكل. خص الواحد يعرف الخطوره ديال داك الاشعاعات النوويه. القضيه ما فيهاش الصيدة العشرين. انا عييت من برقق هنايا، ولكن واعر حيت شفتهم بحال اللي كيحسوا بيا ضيا ضيا. كيبان لي واعر. نزوم هنا ولا نمشيو مع الواد؟ كنظن كاين احتمال ان الا مشينا مع الواد ما يحسوش بينا، لان اصلا في الواد ها، لان في الواد كيكون. اجي انت بعدا ريح. في الواد كيكون واحد الصداع اللي ها هو. عطيته يس. ما تقوليش هربتي، راه قتلتك هاد الشاط. ايه عطيته. ها هو. او ارنب اجي يمكن يقتلك. وات
ما ايه باك يس ميل ادولت ريجن كولورادو روزفلت فورست مارشال اس اف جريد 5 مونتي كارلو فلوتد 56 متر يي اوكي باك يس احنا دبرنا على واحد شنو هذاك دير كنت الك او عندي واحد على ثلاثة ما لازم يمكنليش نصيد اكثر من ثلاثة ديال هاد المخلوقات الشيء اللي قلت لكم راه دابا فاش كنت جاي لعندو لهنايا راه ما هربش مني اجي انت بعدا راه ما هربش مني لان كنظن الصداع ديال الماء ما خلاش يسمع الزطامي ديالي حيت اصلا هاد اللعبه راه سميتها هانتين سيميليتر 2 شنو هي هانتين سيميليتر يعني واحد سيميليتر هو محاكي للواقع معناتها لعبه محاكيه للواقع من الجانب ديال الصيد يعني اي حاجه كتكون بصح كتوقع كيديروا لها كيديروا لها زعما الحساب ديالها هنايا يا عندو زمان كنظن دابا غير نمشيو للديستنيشن ديالنا طبيعة الحال بان شي دب عاوتاني ولا شي حاجة نصلحو راه عندي الرخصة ديال الدب فين هو جاكس؟ اجي اصاحبي اجي انت تا كنفوتك ب 30 متر عاد كتقلب ليا على البولة والزطامي ديال الحيوانات يا نشوف الخريطة يا نحاول نزيدو هنا يا نزيدو هنا 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 ولا بعد جي نزيدو هنا يا مزيان واخا نجريو ماشي مشكل كنظن فتاك البحيرة نقدرو نلقاو شي حاجة غالبا يكونوا الطيور كنظن الطيور الوز حيت عندي تا الرخصة ديال الوز فين هو جاكس اطلق راسك اصاحبي اطلق اجي 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 اي سبقني نعم سير يلا انا تابعك وليت انا هو الكلب في هذه الحلقة ايه عندو زمان اوه زوين هاد البلاصة غالبا نلقاو شي حاجة في هاد التيساعة نمشيو غير بشوية لان هادي مسرحة عرفتي راني كنسكاني مزيان دابا كنديرها ونديرها ونديرها وكن قال لي السونار نخدمو مع هاد الحيوانات ما كيبانوش اصاحبي وكنظن هاد القضية اللي ذكرت انا ديال اننا نقدرو نصيدو في الماء اكثر راه منطقية وراه تصدق كنظن يعني الا بغينا نصيدو يكون حسن لمشينا من المعلمة ما يسمعوناش بزاف شنو هاد هنا ها هو ها اللي قلنا صاحبي يهيهي عطيتو ما تقول ليش ما عطيتوش يلا طلق طلق راسك جاكس اطلق الله راني ضربتو راه مجروح فاش كيكون مجروح راه اما كيموت مع الوقت
ولا كيتقال في السرعه الدم ديالو شتي. يا لك مفروع مفروع مفروع. خصني نطيحو خصني نطيحو. فين هو فين هو فين هو؟ افين راك اصاحبي؟ فاك يا اخ دابا راه عذبتو مسكين وصافي. ماشي مشكل. هما بقاو تابعين الدم. ها هو الدم مازال هنا. اوه حبس يمكن راه مات. جاك سماش واش تابعني؟ اوه سير سير هنا هنا. God damn it. عرفت فين مشى. جاكس اجي لنا. يا الله لا لا هاد الدم ما هو. راه من المفترض انه يموت لانه مجروح. يا نجيو من هنا. ايه طاهر يا اخي ماشي مشكل غادي نلقاه ان شاء الله غادي نلقاه القاه. ها هو اسمح لي. يا جبدتو مسكين حيت راه شي راه بقى غادي داك الضربه يعني ما خلاتوش يجري. اوكي شنو هذا؟ ميل ماتشور داك دا 63 متر من الحساب ديال الثقل ديالو داكشي ما عطيناش ما عرفتش علاش. يا جوج صافي بارك الله يجعل البركة. غنمشيو دابا ل ما بعدنا غنمشيو لهنا فري. يا غنمشيو لديك البحيرة ولا بانت شي حاجة تما عاوتاني نقتلوها ونساليو الفيديو. ما كرهتش نقتل دب انا في هذا الفيديو. دب خصني نعرف كي ندير نضربو لانه قاصح الجثة ديالو. معناتها اما نعطي خصني نعطيه لذاك البلايص اللي كيتسماو الميجر اورجنز هما الاعضاء الاساسيه. اما نعطيه للراس للدماغ اما نعطيه للقلب للريه ولا او ها هو داك. اجي انت اجي ها جاي في الجبال هذا ما غاديش نقشعو. في الوحده اللي نقرب له غادي يهرب. ما نقدرش نمشي هذاك. هذا كيتسمى وايلد شيب داك الكبش البري اللي هو المعنى ديالو. هذا فوكس هذا الثعلب. يا ما نقدروش نطلعوا هنا غادي نضيعوا الوقت غادي يهرب. واحد اخر عاوتاني. او حبس حبس كم يجي بيسايد مي. عندنا شي كبش هنايا. هنايا ماشي. هاو هاو شحال تما؟ 132 متر كيبعدو بزاف. المهم بان لي شي واحد هنا ولكن يكون علق يكون سمعني وهرب. هاي سير ما عنديش الرخصة ديالكم تاعي. يا ما فيهاش صافي. هاي البحيرة حنا وصلنا لها. والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نلعبوا في داك الجيل اللي وريتكم في الاول وغادي نلعبوا في الشتاء. راه ما كرهتش نسجل خمسه د الحلقات على هذه اللعبه تكون كتلعب غير في الشتاء ولكن كنظن غير وحده كافيه. الفيديو الجاي يكون كله فيه الشتاء ان شاء الله. كتبان واعره بزاف الشتاء في هذه اللعبه. شاع 192 متر بعيد. رخص الطيور يكونوا هنا انا يعني ما عارف الطيور كيكونوا في جهة الماء.
لان على دور الفيديو كامل ما بان حتى شي طير قريب. عفوا. ها هو الشيء. نديرو البينوكلرز نشوفو هاد الطير. ها هو الوز. البط هذا البط بعيد ما قدرش نشدو من هنا. شاو ايه ما قدرش بعيد بزاف 183 متر بزاف. المهم نحاولو فهمت، ندير لكم خاطركم وصافي. نحاول نشد شي طير ولكن غالبا ما نشدوش. بلا ما نطلعو هنايا تاور فاوند. بور جديد هذا ما كانش عندي. الله عليه من هاد الابراج يمكن لك التليبورتا بيناتهم باش كديبلوكيهم. والله ما عرفتش نساليو الفيديو هنايا ولا نضربو الدورة لجيت داك البطن نصيدو شي واحد. ها هما ارصي. علقو. دابا المشكلة ترى صيدتو ما يمكنليش نهزهم لانه في وسط الماء. انت عيهم مع رصاصك. المهم هو هذا كنظن ساليو الفيديو هنا عشان البطل يفهم بسرعة. صافي أصدقائي شكرا على المشاهدة. نتمنى هاد التسركيلة هادي تكون عجباتكم. أنا متأكد راه كاين بزاف ما يدار في هاد اللعبة وبزاف ما يتصيد ولكن يعني دينا بزاف د الوقت. شنو غادي نديرو؟ غنساليو الفيديو هنايا 100 متر بزاف. نحاول نصيدها ممكن نصيدها بهادي. رون كالبر ميمكنليش نضربها بهاد القرطاس ما خاصش بيهم. المهم ما عليناش. هاد القضية ديال هاد الوز ولا هاد البط، حيت في هاد اللعبة يمكن لك تشري واحد الزوايات مثلا كتخدمهم ضد الوز ولا شي حيوانات معينة. مثلا نقدر نشري واحد الزوايا كدير الصوت ديال الوز وكنمشي انا غير بشوية وكنبقى نزوي هكا هما كيقربوا ليا وكنصيدهم. انا ما هاد اللعبة يلاه عاد بديتها مازال ما عنديش الفلوس باش نشري داك الزوايات وداك الاكسسوارات وداكشي علاش ما نقدرش نصيدهم الا لا طلع لي الزهر مثلا جبتها فشي واحد على قفله. ما سوقناش، انا عندي غرض نوريكم اللعبه. وشكرا على المشاهده وتوقعوا ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نلعبوا في الشتاء. صافي نلتما الله يعاون.